السلام عليكم عشاق علامة هواوي وأونور. أونور ماجيك 5 تسريب يكشف تفاصيل شيقة حول هذه السلسلة المذهلة. كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو، ولكن قبل بدء أتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نصل بسرعة 100,000 مشترك. فضلا منكم وليس أمرا بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختر الكل وتويتر، ولا تنسى دعم القناة ماديا إذا أردت عبر الضغط على زر الشكرات. ميرسي أو تانكس. تابع الفيديو حتى النهاية. تعمل شركة أونور في الوقت الحالي على سلسلة أونور ماجيك 5 التي تحمل الاسم الرمزي بياغيت، حيث بدأت هواتف السلسلة الحصول على الشهادات المختلفة من كل مكان في إشارة إلى قرب الإعلان عنها. مواصفات وتفاصيل أونور ماجيك 5. قال المسرب الشهير في عالم الهواتف ديجيتال شات ستيشن أن أحد هواتف السلسلة ويشار إليه برقم الطراز PGT AN00 قد حصل على شهادة المي اي اي تي في الصين. وقد اتضحت لدينا بالفعل صورة تقريبية عن شكل هواتف السلسلة بفضل التسريبات التي تتوالى في شبكة الانترنت، حيث ان شكل الكاميرا الخلفية يبدو مختلفا عما جاء في سلسلة الماجيك 4. وقد كشفت التسريبات السابقة أن أحد هواتف السلسلة سيدعم التقريب حتى 100X رقميا، أي ما يعني أنه سيدعم التقريب البصري حتى 10X. وكشف المسرب المذكور أنفا أن السلسلة ستحتوي على 3 هواتف ماجيك 5 و 5 برو والخمسة ألتيميت، موضحا أن نسختي البرو والألتيميت سيحتويان على 4 عدسات للكاميرا الأساسية ستكون بدقة 50 ميجا بيكسل. وللإشارة فأونور أونور ماجيك 4 ألتيميت فهو حاصل على شهادة أفضل كاميرا في العالم على مختبر DxOMark لعام 2022. كما أوضح التسريب أن النسختين أونور ماجيك برو 5 أو الألتيميت سيأتيان بعدسات تكبير بدقة 64 ميجا بيكسل مع تقريب بصري 3.5X. ومن المحتمل أن تحتوي هواتف السلسلة الثلاثة على معالج كوالكوم الجديد سناب دراجون 8 جيل الثاني، ومن المرجح أن يكون هناك نسخة متوسطة لأونور ماجيك 5 لايت بمعالج سناب دراجون 695. حتى الآن لا يوجد أي تفاصيل حول موعد الإعلان عن هواتف السلسلة، لكن بعض التوقعات تشير إلى أن تاريخ 27 فبراير ربما يعني في مؤتمر برشلونة MWC ربما يتم الإعلان عن هذا الهاتف الخرافي. كم أكبر نسبة تكبير استخدمتها في عالم الهواتف؟ وما رأيكم في هذا الهاتف الخرافي من أونور، العلامة التجارية الرائعة التابعة لهواوي؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.